الحديث الثالث. نعم، من يعرفنا برواة الإسناد؟ من يعرفنا برواة الإسناد؟ أصابع جديدة، تفضل. أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، واسمه دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي، مولاهم الأحول الملائي. الملائي، الملائي ثقة ثبت، مات سنة 1200. وأبو نعيم ماذا طبع له؟ أبو نعيم ماذا طبع له؟ يا من تتابعون الكتب وليس الشاملة، ماذا طبع له؟ قطعة من المستخرج، وهذا لا يكون. فأبو نعيم هذا شيخ البخاري، بينما أبو نعيم الذي طبع له قطعة من المستخرج بعيد من تلاميذ البخاري. فإذا طبع له قطعة من كتاب الصلاة بالإسناد، وهي كتاب يفرح به طالب العلم، كتاب أصلي، مصدر أصلي.